السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة أرابيك سكتش أب. أهلا بكم في الدرس 27 من سلسلة تعلم برنامج الكاد. والنهاردة هنشرح أداتين جمال جدا وسهلين. أداة إرس طبعا احنا عارفينها للمسح، زي بس ما يجي أعمل ريكتانجل وأجي أعمل دايرة وأجي أعمل دايرة تاني وأجي أعمل خطوط وأجي أعمل بولي لاين وأجي أعمل أرك، فمثلا كنت ممكن اختار مثلا دي وادوس من الكيبورد حرف ديليت. هي بالظبط كده، لو دوست كليك يمين من الشاشه هلاقي جيت مثلا وقفت على اي حاجه، دوست كليك يمين هلاقي حاجه اسمها عندي ارث. ارث يعني ديليت بالظبط، هي بتقوم بنفس الامر. ممكن ايه هيظهر لي اول واحده من الكيبورد او من اداه الموديفاي، فوق هلاقي اداه الارث، او من فوق هنا هلاقي علامه بالظبط كده زي الاستيكه. فممكن اعمل استيكه وادوس على دي ودي 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 ودي، ثم ادي تاكيد بانتر، خلاص كده اتمسح. تمام، ده كده كان بالنسبه لي امر ديليت. اوكي، طبعا دلوقتي الحاجات كلها اتمسحت، فعشان ارجع للامر اللي فات فبدوس حاجه اسمها بالظبط كده كنترول حرف الزد عشان يعمل لي باك. طبعا احنا عارفين الحوار ده، كنترول حرف زد عارفينه بيعمل لنا، كنترول حرف زد بيعمل لنا باك ازاي. لو دوست كنترول زد هي بالنسبه لي نفس العلامه اللي فوق دي. شوف لما اعمل واحده كده هيقعد يرجع لي اللي فات قبل ما امسح بالظبط بنفس الكلمه بالظبط. ان انا اعمل كنترول حرف زد هيفضل يرجع لي لكل امر انا كنت بعمله. تمام، واقدر اعمل من هنا ارجع تاني كنترول واي. اوكي، فانا قعدت ارجع لحد ما مسحت كل حاجه. تمام، ده كده بالنسبه لي كنترول زد. طب انا عندي دلوقتي مشكله في قلب الكنترول زد، ايه بالظبط هي؟ لو انا مثلا معايا دايره اهي، حلو، ومعايا مثلا دي مثلا وليكن بص دي مثلا حيطه اهيت، اوكي، دي حيطه، ده مبنى مثلا واحد، وده مثلا دي دايره مثلا وليكن بحيره، ودي مثلا بحيره. اوكي، جيت مثلا مسحت ديت، اوكي، ثم جيت نقلت الحوار ده هنا، نقلتها عند حاجه معينه مثلا بعد معادله او اي حاجه. حلو، فدلوقتي انا عايز ارجع الحاجه اللي كانت ممسوحه. طبيعي اي حد يقول لي ايه ممكن نعمل كنترول زد، هقول له تصدق فكره حلوه، طب نيجي نعمل كنترول زد. كنترول زد رجعت لي فعلا الامر اللي انا مسحته، بس رجعت لي الشكل اللي انا كنت عامله. انا دلوقتي ما بقتش عارف الشكل ده انا كنت موديه في انهي حته بالظبط، فدي بالنسبه لي كانت مصيبه. تمام، طب اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه بالظبط. نعمل الامر كالتالي، مسحنا اول شكل معانا، الشكل ده رجعناه في حته تانيه. حلو، طبعا كنترول زد لا خلاص بقت غلط. ليه اللي بقت غلط؟ لان لو عملت كنترول زد هترجع لي الدايره ديت لمكانها الطبيعي. طب اعمل ازاي؟ اعمل ارجع الامر اللي فات ازاي، او ارجع الشكل اللي معايا ازاي، في نفس الوقت احافظ على الشكل الجديد بتاعي. اداه الموديفاي اللي انا عملتها دي هي اداه الموف للدايره ديت، لان الدايره دي مش هعرف ارجع لها بنفس النقطه تاني او هتبقى صعبه. في امر عندي من الموديفاي اسمه اوبس، او 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 بي اس، اهو ادوس او او هيظهر بي اس، هيظهر لي ان اخر حاجه انا عملتها بالظبط. اوكي، نيجي مثلا ممكن نشوف الحوار كالتالي. نيجي مثلا نشوف الحوار كالتالي، فجيت مثلا عملت ده شكل بالنسبه لي وليكن شكل بسيط كده. حلو، وجيت مثلا عملت مثلا اول حاجه عملت ده جوينت. خلصت الشكل ده جوينت. ممكن اروح داخل على الري وعمل الري بس الشكل اوكي بتاعي، ثم اختار دي كده طبعا كتير قوي، فممكن اي تي ام نخليها مثلا 20، دوس انتر. طبعا الموضوع رخم، حلو كده مثلا خلصت الحوار ده كله. تمام، وجيت مثلا رحت مثلا ادي مثلا معايا الشكل اهوت، مثلا دي مثلا وليكن دي مثلا ترابيزات
او كراسي، ودي مثلا المسرح بتاعي حلو. وجيت رحت مثلا وجيت مثلا رحت ظابط ان ده المسرح الكبير بتاعي. اوكي، ورحت عامل جوه جنب جوه كان مثلا مسرح صغير، رحت مسحت الاول قلت اعمل مثلا ايه كم مسرح صغير حلو، وليكن كشكل كالتالي. وفضلت مثلا اعمل شويه اشكال ضخمه كده واشكال كبيره. تمام. جه بعد كده مثلا عملت اي حاجه وعايز ارجع المسرح بتاعي اللي كان شكله اللي فات اي حاجه، فدوس او او بي اس هيرجع لي اخر حاجه انا عملتها. طبعا لو انا كنت ما عملتش اوبس بالظبط كده، كنت هفضل مثلا ايه ارجع كنترول زد كنترول زد كنترول زد، يقعد يمسح لي كل اللي فات عشان يرجع لي الشكل اللي انا عايزه اللي هو الشكل الرئيسي ده كله. فباداه اوبس بترجع لي اخر حاجه انا مسحتها دون تغيير في اي شكل ايه كان موجود. كده كنا خلصنا حلقه النهارده. والصلاه والسلام على سيدنا محمد.